السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه عائشه الملقبه بهيام مشات رجعات عند شوف تيفي باش تفضح حمزه اللي مدلها يد المساعده وانشا لها قناه، واللي في ظرف ما كامل الشهر حققت 200,000 مشترك. دابا مشات رجعات عند شوف تيفي اللي كانوا فضحوها، جابوا الزوج ديالها وام الزوج ديالها وقالوا عليها اسرار خطيره، رجعات عندهم دابا باش تفضح حمزه. فنخليكم تشوفوا هذا التصرف الصبياني اللي دارت وفرجه ممتعه. السلام عليكم. عليكم السلام. المهم انا كنشكر الجمهور ديالي، كنبغي نقول لهم ان انا هي هيام راقصه، ولكن انا ما بقيتش راقصه. باغا اليوم نعاود لكم على المسير اللي شديت ونعاود لكم شنو وقع ليا. عائشة واش تيقتي راسك انك راقصة؟ لا سمعي نقول لك واحد الحاجة، انا مبتدئة يعني تقيت نفسيني مع وحدة ديجا كانت راقصة. ما سمعتش، ما قارنتكش وما نافستكش، انا غير قلت انا واش تيقتي راسك؟ حيد هذا من بعد حيدي انا نهار اول مرة في حياتي غادي نشطح، وخصوصا قدام واحد المباشر وشحال من واحد كيشوفني، وعاد انا يعني ما دايره رياضه ما مهليه في راسي، وانا كنعاني بظروف وفي حاله انسانيه، فهمتي؟ دابا كاين اللي تيسبك، كاين اللي تيقول لك انت ما كتعرفيش، كاين اللي تيقول لك عندك الكرش، كاين كل واحد شنو، كاين اللي كيقول لك انت زوينه، كاين اللي كيقول لك انت عندك رقص واعر، كل واحد شنو تيقول. عائشة واش انت طبيعيه؟ اه وي انا طبيعيه. ما كتعطيش شي ادويه؟ لا انا صراحه انا مريضه. علاش؟ لانني نعست في الزناقي وتشرت وما لقيت حتى واحد جنب. زين هذيك المرحله عائشه حنا عرفناك انك نعستي في الزناقي وانك تشرتي وانك دزتي من الفقر ودزتي ودزتي ودزتي، ولكن مازال في هذا يعني مازال ما درتيش لاباس كيف ما كنقولوا. شوفي انا واش هذا مبرر لان اسمي انا اي حاجه كنديرها في قوايه العقليه، ما كنظلمش ما تنظلم حتى واحد، انا معقوله. خاصكم تعرفوا المشكل. خاصكم تسمعوا. شنو المعقول؟ المعقول يعني اللي على قلبي على لساني، ما كنخبعش ما كنكذبش ما تنخافش. انك متناقضه. لا ماشي متناقضه، سمعي نقول لك، انا النهار الاول عيطت لك قلت لك اجي صوريني، بغيت نكون راقصه. علاش؟ لاني مريت بظروف صعيبه بزاف وحتى واحد ما حس بيا. قلت لي اجي صوريني بغيت نكون راقصه وبغيت نرقص. اه قلت لك انا ذاك النهار لا ما ترقصيش، قلت لي لا بغيت نرقص. اصريتي لانك ترقصي في شوف تيفي، ماشي شوف تيفي اللي عرفتك هويا، قلت لي بغيتي ترقصي. انا اللي بغيت نرقص، وانا انا لبست كسوه عاديه، يعني تيقول بنادم تيقول لك تعريتي. اوي انا كنت دايره الحجاب ومحترمه، ولكن تعريت لان صافي ما بقاتش يبان لي، يعني وحده ما عندها سكن ما عندهاش باش تاكل. شحال واحد تيقول لك بنات في دارهم ما غيديروش هذا الشيء، وبنادم كيصبر وعادي. غنقول ليه شوف، عمرك ما تحكم على الانسان من ظروفه، كل واحد كيفاش خلق الله. كاين اللي تقول ليه كلمه تسبه يقدر ما يتسوقش، كاين اللي تسبه يقدر يموت، كل واحد كيفاش خلق الله. وربي قال لك ما تهضرش في اعراض الناس، كل واحد وظروفه. انا اللي عشت في الزنقه، انا اللي ما لقيت باش ناكل، انا اللي نافسه بدمايه تكون في الزنقه، حتى واحد ما حس بيا، راه بحالي راه انتحروا لا حول ولادهم. الحمد لله انني طالعه وكنقول باغا نرقص، يعني راه مكافحه. الحمد لله انك طالعه وكتقولي باغا ترقصي. اه وما مشيتش انتحرت ولا لحت ولادي الزنقه، فهمتي؟ انا كنعترف بانني انا ام ونعم الام، ودرت مجهود على انني نوفر واحد السكن، واخا انا ما ذكريا، المهم وفرت سكن لولادي، حميت ولادي من الزنقه، بلاص ما تجي حقوق الانسان وشي واحد يهزني ولا الراجل ولا شي واحد. كنت انا هي الام وانا هي الاب. وانت اول وحده. وما تقوليش لي اول. انت ماشي اول وحده غيطلقها راجلها او لا غيسمح فيها راجلها. انت ماشي اول وحده. انا نقول لك ماشي اول وحده غادا تعيش التشرد، ماشي اول وحده غتمر. دابا انت كتقاطعيني، سمعي انا ما قاطعتش، انا تنقول لك ماشي، راه كل واحد وظروفه. هذوك اللي تيقول لك ماشي، ما عمرك تقارنيني مع وحده، كل واحد وكيفاش كيعيش. كاين اللي تدمر في حياته ساكت وما كيقولش، وكاين اللي تيقول كل واحد كيفاش خلق الله. انت عايشه ناكره للجميل. لا ما ناكرش، ناكرتي جميل الناس اللي وقفوا معاك. دابا انا الا خليتيني هنا كل واحد غنعطي حقه وغنهضر في المعقول. نسولك باش تهضري. انا سمعي، انا ما نكرت حتى جميل. انا صورتي معايا انت ياك، وقلت لك وقلت لك اختي فاطمه الزهراء، وجيتي ودورتي معايا عطيتيني 1000. لا بدون ديك العرف. اه عرفك عرفك. لا ما بغيتش. قلت لي هادشي درناه. صافي اوكي اوكي. ما عطيتوش لك انا باش رشوه او المهم دورتي معايا واحد الفلوس يعني قليله. سمعي نقول لك، انا نهضر في الواقع. انت صورتي معايا ديك الساعه، كنت طالعه في البوز دايره الطوندوز وتشهرت، جاوا بزاف الصحابه بغيو يصوروا معايا. ناضت الصحافه اللي دابا حليت معاها قناه جات عندي قالت لي شوفي، حتى واحد ما غيبغي لك الخير. شي ديك فاطمه الزهراء ما غاتبغيش لك الخير، وغيرها وغيرها. حنا صورنا معاك نهار الاول ملي كنتي حاله انسانيه، حنا عارفين ظروفك، حنا غنوقفوا معاك. انا تبعتهم. انا علاش انت بقدريه صغيره؟ لا سمعي الله، شحال عندك من سنه؟
طالعه في 30. طالعه في 30 واش الريح اللي جاي يديك؟ واخا جاو عندك قالوا لك راه فاطمه الزهراء ما مزيانش. لا ماشي غير انت، قالوا بزاف بزاف حيت انا كنت مشهوره، جاو عندك بزاف واحد راه قدر يشوفني يعرفني، جاي من الرباط وباش تعرفوا الله انني عيطت لي قلت لي انا ما كايناش اخويا انا في القنيطره وقطع التليفون قسما بالله نص ساعه جاب الطوموبيل. علاش انا يسحب لي قطعت؟ انا ما قطعتش وهي المكالمه دايزه وسمع يعني كانوا كيمنعوك تواصلي مع الصحافه. اه تيقولوا حنا اللي غنعاونوك. دابا انا شنو درت؟ مشيت معاهم في طريقهم وخرجنا قدام المغاربه. ديك الساعه انا مشهوره مشهوره على على ظهر شوف تيفي، ماشي هما اللي شهروني. وشحال واحد من عند شوف تيفي دخل عندهم وتيقولوا تيقولوا لي ان حنايا حيدنا شوف تيفي ابوني وغندخلوا عند اشواق. لا الله يجازيك بخير، ما تذكريش لينا الاسماء حتى شي موقع. حنا غندخلوا عند دخلوا عند ديك الاذاعه. سمحي لي ماما، حنا غندخلوا عند ديك الاذاعه. علاش ديك الاذاعه استراتك؟ الاخرين شوهوك هذيك الاذاعه استراتك؟ قلت لهم اه، قلت لهم هذه الاذاعه استراتني. علاش؟ انا على نيتي قلت انهم غادي يوقفوا معايا. تصور المحسن، انا كنت كناس على حصيره، المحسن هو اللي فرش لي البيت، المحسن فرش لي البيت. كنت كناس على حصيره، سولته قلت ليه انت فين شفتيني؟ على المحسن. قال لي انا شفتك في شوف تيفي. قلت ليه بغيت نعرفك على واحد الصحافه راهم ظريفين وغيحلوا لي قناه وهذه. وجا معايا المحسن ومشى وشرى لي الاتات وقاد لي الاتات. ودوك الصحافه كيصوروا وتيقولوا شوفوا حنا شنو درنا لهويام شنو. هما ما داروا والو، هما 100 درهم يلا اخرى ما عطاوهاش ليا. مخرجش على الصحافيه لا ماشي عاطي حيت هما تيقولوا لا عطينا وهما تيقولوا بالله فيها خير. بغيت راه بزاف كيديروا فيا، كيقولوا لي تيقولوا لي الصحافه داروا فيك الخير، انت ذاكره الجميل. انا بغيت نقول لهم الصحافه اش داروا باش يعرفوا. سمعتي انا قسما بالله لا مريضه وجايب معايا الدواء، ما عرفتش شنو واقع ليا، مرضت بالاعصاب. حليتي ديك القناه قسما بالله لا مرضت مرضت. كيحاربوني ما بغاونيش نخدم، تيقولوا عليا رجعوا تيخرجوا عند الناس يقولوا هيام ما مزياناش، هيام راقيصه باقه باغا تشطيح، هيام دخلوا القناه هيام ستار ديالي ودخلوا وشوفوا كنكلف راسي وما مخلصاش وتنخدم. قسما بالله دخلوا وتشوفوني كنخدم. انا مرضت وحق الله مرضت، تيهددوني تيقولوا لي تيقولوا لي هنا ندوك الحبس. تيعطي الوحده تعيط ليا كتقول لي اختي ارى لي الفوكالات اللي كتهضري معاهم. تنصيفط لي فوكال ديال واحد مسؤول عندهم كيسبني، تيقول لي انت ما كتعرفيش تهضري، انت كلامك ديال العهر، انت كلامك ديال الزنقه. تيقول لي بحال هكا قد تستفزوني. انا مريضه ترجع كلي كنترعب. انا صافي ملي تيعيروني كندير نايف وتنبقى نهضر وتنبقى نغوت والناس كيسحبوني انا قبيحه وكيسحبوني انا ما مزياناش. انا من قلب صحبوك انك ماشي قابله لان الخارجه ديالك عائشه حيت كان الخارجه ديال وحده ماشي قابله. كل مره بحال مره ديري فيديو تنصحيه مره عرفتي علاش كنصحو؟ حيت انا فاش كنغوت سمعي حتى حنا درتي لنا انا درت عليكم فيديو. علاش؟ لان مشيتو عند عجوزتي وعجوزتي خرجت كتقول ديك الهضره وتتسبلي. انت ما قلتو كذابه، انا ماشي كذابه. انا عندي نقطه تنتي ليا اي صحفي من حقه انه يسمع الطرفين. حنا ماشي دايرين معاك انتيا. انا كلاشيت جبت لهم عقد الزواج حيت قالت لهم انا ماشي مرتو. لا ما قالتش ماشي مرتو، قالت لك ماشي مرت الاول بات ولدك اللي ماشي مرتو. المهم الناس قالوا لي واش ولدك الاول دايره العقد مع باه؟ اه ما دايراش معاه العقد. لا دايره معاه العقد. ما دايراش العقد، ماشي العقد ديال المحكمه، عقد ديال الزواج عادي. يعني الاول ما دايراش معاه عقد شرعي ديال الزواج. لا حنا مجوجين في الحلال ولكن ما دايراش العقد. ما دايراش العقد، هذا الشيء اللي قالت ان الاول ولد. ولكن ما قالت لك حرام ولدي محطوط في سميت باه وكل شيء. ولادي كامل ولدها اللي تزوج شي له وقالت لنا الطريقه. والزوج ديالك تواصلنا معاه حتى هو، حكى لينا اشنو كاين. لا خرجوا بديك الطريقه وتيقولوا عليا عاهره وبنت الزنقه وتتشرب وكدير. انا كنت كنكمي وكنشرب، ما شنو اللي ناقصني؟ راه غنمشي راه الامارات راه ما نخلي فين نمشي. علاش غنخرج؟ علاش غنخرج؟ انت باغي الفلوس باطل. لا انا ما باغيش الفلوس، انا خدامه. انا دخلوا القناه ديالي، انا كنقول لك نعاود عندي قناه سميتها هو مستار ديالي. دخلوا غتشوفوني كنخدم، مره كنطيب لهم شي ايامات قسما بالله ما مخلصاش. وكنمشي عند المراه اللي شاده لي ولدي وتنقول لها عطيني نطيب عطيني. وكنرسل لها الماء تنبقى ندير فيديو راه انا كنشقى لداري وهما لي فان ديالي اللي عندي كذبوني. كنمشي تنشقى عندها وتنجفف باش ندير محتوى، كندير افلام قصيره.